السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد. فرض التقدم الحضاري المادي للغرب نفسه على واقع القيم والأخلاق في المعمورة، ومن ذلك ما بات يعرف بعولمة الأخلاق والترويج لطرق العيش والتفكير والسلوك الغربي بين الأمم والشعوب. هذا يقود إلى الحديث عن طبيعة هذه الظاهرة وأثرها على المسلمين، كما يقود إلى الحديث عن موقف الإسلام منها، وكذلك عن مصادر الأخلاق. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة السودانية الخرطوم الدكتور علاء الدين الزاكي، أستاذ الشريعة في جامعة الخرطوم. أهلا ومرحبا بكم دكتور علاء. أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين على امتداد أثير هذه القناة المباركة. أهلا بكم دكتور علاء. الأخلاق بداية، هل هي مسألة كسبية أم مسألة جبلية؟ بمعنى، هل هي على الأخلاق الإنساني بشكل عام قضية تولد معه تأتي سجية أم أنها مكتسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. الحقيقة موضوع الأخلاق يعتبر من المواضيع المهمة التي تحتاج إليها البشرية، خاصة في ظل عيش الإنسان مع أخيه الإنسان، فهو يحتاج إلى رقي وإلى تطور، ويحتاج إلى تعامل راقي حتى يسمو الجميع بالبشرية، وحتى تكون التعاملات بين البشر التعاملات هي تنتفع منها الإنسانية. والحقيقة في موضوع الأخلاق، كما يقول ما وردي عليه رحمة الله رحمة واسعة، أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. فبعض الناس يكون مقفورا على بعض الأخلاق الفاضلة، والأصل في الأخلاق أنها مكتسبة. الحقيقة في هذا الباب لمزيد من التفصيل نقف على حديث الأشج عبد القيس رضي الله تعالى عنه ملك البحرين عندما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل قومه شعثا غبرا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأشج فذهب إلى حمام حمامات المدينة وغير هيئته ورجل شعره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. ثم قال الأشج: يا رسول الله، أنا تخلفت بهما أم جبل الله على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله على ذلك. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وهذا يؤكد أن بعض الأخلاق تأتي بالفطرة السليمة والسجية السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. الفطرة السليمة هي تعرف جيدا أن هناك مجموعة من الأخلاق هي مقبولة وهي محبوبة، وهناك مجموعة من الأخلاق هي غير مقبولة وغير مرادة. وهو الفطرة تعرف يعني فضل الخير والعدل والإصلاح، وتعرف فضل الصدق، وتعرف فضل الأمانة. هذه أشياء الفطرة السليمة تعرفها، وكذلك الفطرة السليمة تعرف الشر وأنه منقوص، وتعرف الخيانة بأنها منقوصة. فلذلك يعني هناك فطرة يفطر الإنسان عليه، ولكن الأصل في الأخلاق أنها مكتسبة. يعني كذلك لابد أن يكتسب الإنسان بجهده وبعرقه وأن يسعى جاهدا. لذلك الإسلام حض ودعا إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن الخلق، حتى يسعى الإنسان جاهدا في سبيل تحقيق هذه الأخلاق الفاضلة.
طب دكتور، يعني أوردت حديث الأشج ابن عبد القيس، يعني وهو حديث مشهور عن أن الحلم والأنات كانتا صفتين يحبهما الله ورسوله، وأنهما كانتا جبلتين أو على الطبيعة على السجية جبل عليهما. هذا يقودني إلى سؤالك، إذا ما كانت الأخلاق تغطي إلى جانب الصفات الأقوال والأفعال، أم أنها فقط حكرا على الصفات؟ يعني هل الأقوال الإنسان وأفعاله تدخل في إطار الأخلاق؟ الحقيقة طبعا الأخلاق تدخل في جميع التصرفات الصادرة من الإنسان، هي تتعلق بمجمل السلوك الذي يعني يصدر من الإنسان، سواء كان من جوارحه. طبعا الآن الإنسان عندما يمارس أفعالا أغلب الأفعال تصدر من الجوارح، فالعين جارحة واللسان جارحة واليد جارحة والرجل جارحة، فكل هذه الجوارح تصدر منها تصرفات، مع أن الأخلاق في أصلها هيئة راسخة في داخل الإنسان، كما يقول الغزالي وغيره من العلم أنها هيئة راسخة في داخل الإنسان، إلا أن هذه الهيئة الراسخة تدفع الجوارح للعمل والتصرف، فتبدو الأخلاق واضحة على التصرفات جميعا، فكما أنها تصدر من الأقوال كذلك تصدر من الأفعال. والغالب أن الناس عندما يتكلمون عن الأخلاق في الأقوال أن اللسان هو الذي يعبر به الإنسان عما يدور في دواخله من معاني ومن تصرفات، وفي الغالب تكون أنها صادرة من اللسان، والتحذير بالشريعة من اللسان يعني ورد فيه نصوص كثيرة، لكن كما أن الأخلاق تصدر من الأقوال كذلك تصدر من الأفعال، وكل ذلك يسمى بالأخلاق. طيب دكتور، المصادر، مصادر الأخلاق بالجملة، وهذا ربما يستلزم بيان أوجه التفاوت، إذا ما كان هناك تفاوتا بين مصادر الإسلام الأخلاق كما هي في الإسلام ومصادر الأخلاق كما هي في الأمم الأخرى، وخاصة في الحضارة الغربية التي هي ستكون عنوان حديثنا بعد الفاصل في المحور الثاني، عولمة الأخلاق. مصادر الأخلاق دكتور؟ طبعا الحقيقة كما ذكرنا قبل قليل في مسألة أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق مكتسبة وأخلاق جبلية يجبل عليها الإنسان. وبناء على هذا إذا نظرت إلى مصادر هذه الأخلاق بنوعيها تجد أن الأخلاق إما أن تصدر من الفطرة السليمة، وإما أن تصدر من التدين الدين بأصوله ومصادره المعروفة، وإما أن تصدر من الأعراف السمحة والأعراف السليمة التي لا تصادم أصول الدين. فهذه هي المصادر الثلاثة الأساسية للأخلاق. والفطرة السليمة كما ذكرنا أنه يعني تعرف تماما، لأن الله تبارك وتعالى فطر ابن آدم على جملة من الأمور، كما أخبر ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، الفطرة هي فطرة سليمة، صحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص. الإنسان هذه الفطرة فيها أشياء مغروسة في داخل النفس البشرية مجبولة عليها، فهي تعتبر مصدر، لكن المشكلة كل يعني تكمن في أن بعض الناس قد طمسوا هذه الفطرة السليمة وغيروها بتصرفات، فتغيرت الأخلاق التي أصلا جبلت عليها النفس البشرية. وعندما يجتهد الإنسان في طمس فطرته السليمة هذا يعني بملاجع مجالا للشك أنه أصبحت فطرته ليست مصدرا سليما من مصادر الأخلاق. أما المصدر الثاني فهي الدين، الدين طبعا بمصادر المعروفة، لأن الدين أصلا يخرج من مصادر أساسية، وعندنا المصادر الأساسية هي الكتاب والسنة. لذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وأهل التفسير وأهل العلم كلهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أخلاقه من القرآن الكريم، لذلك كان خلقه القرآن.
وكل فرد من أفراد الأمة يأخذ أخلاقه من التوجيهات المباركة الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا قد كانت أخلاقه شرعية أو أخلاقه صادرة من أصول الشرع ومصادره وهو القرآن والسنة المباركة. أما المصدر الثالث الأساسي مصادر الأخلاق هو الأعراف السليمة، لأن أحيانا يعني مثلا الجاهلية قبل الإسلام كانت فيها أخلاق فاضلة مثل الكرم، يعني حاكم الطائف الجاهلية كان معروفا بالكرم، وهذه من الأعراف التي كانت تعتبر عيبا في العرب أن يكون الشخص بخيلا، ولذلك كان العرب إذا وجد أحد كريم كان يضرب به المثل وكان مكرما معززا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا يدل على أن هناك بعض الأخلاق التي كانت موجودة في الجاهلية وكانت معروفة بين الناس. يعني عندما جاءت قريش لبناء وضع الحجر الأسود، وكان عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الإسلام كان معروفا بالصادق الأمين صلوات ربي وسلام عليه، لأن الصدق كان خصلة يعني محبوبة في الجاهلية، وأن الصادق كان يكرم وأن الكاذب ما كان الناس يلتفتون إليه. لذلك لما قال لقريش لو أني أخبرتكم بأن عيرا جاءت تغزوكم من الشام أتصدقون ذلك؟ قال نعم والله ما جربنا عليك كذبا. فهذا يدل على أن حتى الأعراف القديمة التي كانت قبل الإسلام كانت تنتشر فيها بعض الأخلاق الفاضلة. لكن إذا جعلناها مصدرا من المصادر الأساسية لا بد من شروط. هي شروط العرف المعروفة عند العلماء أنها لا تصادم يعني النص الشرعية، ولا تصادم فطرة، ولا تصادم يعني شيئا أو أصلا من أصول الدين. ولذلك الآن في بعض الأعراف الفاسدة وفي بعض الأعراف الصالحة المفيدة التي استفاد منها حتى ولو لم يأتي بها نص من كلام الله تبارك وتعالى. هناك قاعدة شرعية كبيرة تقول بأن العادة من القواعد الخمسة الكبرى وهي العادة المحكمة. فلذلك العادات الاجتماعية والتصرفات الاجتماعية التي يتواضع عليها الناس ويتفق عليها الناس يعني قد تكون مصدرا أساسيا من مصادر الأخلاق. لكن في مسألة مهمة أردت التنبيه عليها في قضية الأعراف الاجتماعية هذه، لأن الأعراف الاجتماعية متجددة ومتغيرة ومتبدلة. لذلك بعض الفلاسفة عندما يتحدث عن الأعراف التقليدية إنما يتحدث عن قضية تغير المجتمعات، بالتالي تغير الأخلاق، تغير السلوك، تغير الديانات، تغير ففرق بين الدين والتدين، فيرجع على أن التدين هو يعني الذي يصنع الدين وليس العكس، وليس العكس، إنه الدين هو الذي يصنع التدين. فجعلوا التطور الحاصل كما قال الفيلسوف المعروف كيرنتر الذي نقل قضية التطور من العلم الحيواني إلى علم الاجتماع، وأخذها في رباط الألماني الفيلسوف المعروف في جواهره المعروفة التي صنفها في كتبه، فجعلوا قضية التدين أنها طابعة لتطور المجتمعات. لكن مهما تطورت المجتمعات فتبقى الأخلاق هي أشياء اتفق الناس على أن هناك فيها مكارم وهناك فيها يعني أشياء سيئة. لا بد أن يبتعدوا عن السيء من مكارم الأخلاق وينتبهوا إلى الكريم والطيب من مكارم من الأخلاق. نعم. طيب دكتور، تحدثت عن ثلاثة مصادر للأخلاق، عن العادات الفاضلة وعن الدين وعن الفطرة. يعني عندما تذكر أن العادات الفاضلة هي مصدر من مصادر الأخلاق، هل يعني أن الأخلاق فقط هي مكارم الأخلاق بمعنى الأفعال والأقوال القبيحة لا تدخل ضمن الأخلاق؟ هو طبعا أنا قصدت من هذا الإشارة فقط إلى الأخلاق الفاضلة، لكن طبعا ما يصدر من النفس البشرية وما يصدر في من الخيئة الراسخة الموجودة في الإنسان قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فإن كان خيرا نسميه مكارم أخلاق أو أخلاق فاضلة، وإن كان شرا نسميه أخلاق غير فاضلة وأخلاق سيئة، إما أن يكون الإنسان حسن الخلق أو سيء الخلق. فبحسب ما يصدر من هذه النفس، بحسب ما اعتمدت عليه هذه النفس، نعم، من مصادر يعني صحيحة 100% أو مصادر غير صحيحة، تكون الأخلاق سليمة وأخلاق غير سليمة. في السياق ذاته ما دور العقل؟ يعني هل سقط العقل من هذا من 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 مرجعيته في تقرير الأخلاق؟
يعني الفطرة السليمة والدين والعادات الفاضلة، ماذا عن العقل؟ هل يمكن أن يكون مرجعا في تقرير الأخلاق؟ طبعا العقل لا يكون أصلا يعني مصدرا مستقلا بنفسه أو بذاته، ولأن العقل السليم هو مطابق للفطرة، موافق لها ولا يختلف أصلا مع الفطرة. لكن العقل عند مثلا في قضية مهمة جدا طرحها المعتزلة، هي قضية التحسين والتقبيح العقليين، وهذه القضية يعني سبق فيها على كثير من الناس مسألة وجود العقل. المعتزلة عندما قالوا بأن العقل يحسن ويصبح، ما جعلوه في جانب الأخلاق فقط، وإنما أدخلوه حتى في التحليل والتحريم، وجعلوا أن العقل له قدرة على أن يحلل ويحرم حتى ولو يعني خالف نصا شرعيا واضحا صريحا صحيحا. فلذلك العقل فيه الجبال، والعقل اللي احنا ليه ما افردناه؟ لان العقل مطابق للفطره، والفطره السليمه تؤدي الى عقل سليم، وهذا العقل السليم بالتالي هو مربوط يعني في رباط وثيق جدا بين الفطره وبين الله، بين العقل السليم. فالعقل السليم لا يعرف الا الافعال الحسنه، ويعرف حسن الاخلاق حسن الافعال، ويعرف قبح الافعال، وذلك لانه مستمع على الفطرة السليمة، العقل النظيف، العقل السليم. نعم. فلذلك لم نفرده بالله بكونه يعني مصدر. طيب دكتور، على هذه الجزئية بالذات يعني ربما يأتي من يعني يسأل سؤالا فيه نوع من الاستنكار على ما تفضلت به، فيقول لك أبو جهل مثلا كان صاحب فطرة غير سليمة، ومع ذلك فإن عقله دفعه إلى حسن التصرف عندما رفض الاعتداء على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يريد أن يقول العرب بأن أبا جهل اعتدى على امرأة أو ضرب امرأة. كيف يمكن التوفيق في هذه الحادثة؟ طبعا هذه عادات. أنا كما قلت لك يعني في كثير من التصرفات صادرة من تواضع المجتمعات واتفاق المجتمعات، أنهم تواضعوا على أن هذه الأشياء ما ينبغي الإنسان أن يتخلق بها. هذه يعني ليست مثلا متعلقة بالفطرة، الفطرة هي مصدر، لكن العادات السليمة. أنا كما قلت لك في الجاهلية مثلا حاتم الطائي وكان معروف في الجاهلية بالكرم، وكان الكرم صفة محبوبة عند أهل الجاهلية، مع أن الفطر تغير بعد ما جاء الناس إلى عبادة الأصنام وتركوا عبادة الواحد الديان تبارك وتعالى، انطلقت الفطرة الأساسية. ولكن مع ذلك يعني تبقى الفطرة يعني قائمة موجودة في بعض الأحيان، والتعارف والتواضع بين أفراد المجتمع قد يصنع أخلاقا فاضلة باعتبار أنهم اتفقوا على أن هذا الخلق يعني قيم، وخلق يعني مؤثر، وخلق يعني له دوره في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه. نعم. فأبو جهل كان يخشى من العرب، لأن العرب كانت تعير الناس بالاعتداء على الأعراب، والعرب ما كانت تقطع الطريق وتسب النساء في ذلك الزمان، وإنما سب النساء كان يكون في الحروب. الذي يسب النساء في الطريق هو قاطع الطريق عند العرب. نعم. وبالتالي النساء إما تسبى في المعارك وفي القتال وفي الغارات، بالتالي يأخذ الإنسان المرأة فيسبيه، لكن العرب ما كانت تعرف أن الإنسان يقطع الطريق فيسب النساء، وكان الناس يعيرون الإنسان الذي يقطع الطريق فيسب النساء أو يعتدي حتى على أعراض الناس. فكانت العرب في عيون هذه أعراف، أعراف تواضع عليها العرب. لذلك قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هو كانت في أخلاق الجاهلية أن العرب تواضعت عليها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها باعتبار أنها أخلاق فاضلة، وكان الناس يتعاونون بها ويتعاونون على إصدارها. هل ثم فرق بين الأخلاق والقيم، بمعنى أخلاق الشعوب وقيمها؟ طبعا القيم والاخلاق يعني كلاهما نحتاج اليه لتقويم السلوك، يعني سواء كانت القيم او اخلاق نحتاج اليه لتقويم السلوك، سلوك الانسان وتصرفاته. يعني احنا الان الانسان ما تستطيع ان تحكم عليه بان اخلاقه فاضله واخلاقه غير فاضله، يعني هناك فرق بينهما. يعني طبعا في فرق، لكن في جامع بينهما وفي فرق بينهما. يعني أن لابد أن نذكر الجامع أولا، أن يجمعهما أن كليهما نحتاج إليه في مسألة توجيه السلوك. بس لو توضح لنا الفرق بينهما دكتور من فضلك.
نعم، ولذلك الفرق بينهما أن القيم كما يقول بعضهم، طبعا الكثير من الناس اللي تكلموا في علم الاجتماع وتكلموا في هذا الباب ذكروا بعض الفوارق، وهذه الفوارق كثرت يعني كل من اجتهاده يجتهد في ذكر هذه الفوارق، لكن وجهة نظري والله تعالى أعلم أن القيم هي عبارة عن أساسيات موجودة تستند عليها الأخلاق، وكأن الأخلاق هي يعني عبارة عن ما يصدر عن القيم الموجودة عند الإنسان، يعني أصول يعني الأخلاق القيم، يعني القيم ربما تكون هي أصول الأخلاق. نعم، هي تكون أصول الأخلاق، تكون هي أصول الأخلاق والأشياء الأساسية تنطلق منها الأخلاق، تنطلق منها الأخلاق. وقد يكون في تداخل بينهما، يعني البعض الناس يقول لك لا تطابق، يعني يقول الأمانة قيمة والأمانة هي خلق من الأخلاق الفاضلة، والصدق قيمة، وفي نفس الوقت هي في نفس الوقت يقول يعني هي عبارة عن الأخلاق. لكن الأشياء الأساسية الموجودة بل كقاعدة عامة تسمى قيم، وما يصدر عن هذه القيم تعتبر أخلاق، فهي حاكمة على الأخلاق. نعم، بعد الفاصل سنبحث ظاهرة عولمة الأخلاق أو ما يسميها بعضهم أمركة الأخلاق وأثرها على المجتمعات المسلمة. هذه وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة لمواصلة الحديث. أسعدكم الله دائما. وفي هذه العودة للحديث عن عولمة الأخلاق وأثرها على المسلمين، دكتور علاء، ماذا يعني مصطلح عولمة الأخلاق؟ وهل هذا المصطلح يعني عولمة الأخلاق أو أمركة الأخلاق، باعتبار أن أمريكا متفوقة ومتقدمة وتمرر أخلاقها، هل يمكن القول إن في ظل عولمة الأخلاق بعد أن نبين هذا المصطلح أننا في البشرية وصلنا إلى أخلاق العولمة؟ الحقيقة طبعا في مسألة مهمة في التعريفات دائما المركب لابد أن تعرف أنت إذا أردت بيانه وتحديد مفهومه الدقيق، لابد من تعريف جزئيه لأنه مركب من جزئين، عولمة وأخلاق. ولذلك دائما في المركبات لابد أن تعرف كل جزء من هذه الأجزاء ثم تجمع التعريف، ويسمى هذا التعريف المصطلح باعتباره مركبا من جزئين أو من ثلاثة أجزاء. فالآن مصطلح عولمة الأخلاق هو مركب من كلمة عولمة وكلمة أخلاق، وكلمة العولمة هذه هي مصطلح معاصر، مصطلح معاصر تداوله الناس في الفترة الأخيرة، وهذا المصطلح هو الاستفادة من وسائل التواصل والاتصال الحديثة في جعل العالم كله قرية، قرية واحدة أو قرية صغيرة تحتكم إلى قانون واحد كما بالعولمة القانونية، إلى ثقافة واحدة كما بالعولمة الثقافية، إلى مجتمع واحد كما بالعولمة الاجتماعية، يعني وهكذا اقتصاد واحد كما بالعولمة الاقتصادية، وإلى أخلاق واحدة تسمى هذه بالعولمة الأخلاقية. فهذا المصطلح هو المقصود منه يعني إدابة كل الأديان وكل الأعراف وكل الأخلاق الموجودة عند الناس، وتحديد بوشقة واحدة تكون يعني منهجا لكل أفراد العالم مع وجود وسائل التواصل الحديثة. فمصطلح عولمة معروف عند الجميع، مصطلح أخلاق يعني هي نقول هي الأخلاق في الأصل هي راسخة في الإنسان، تدفع الإنسان إلى صفات وإلى سلوك معروف سواء كان خيرا أو شرا،
ففي هذه الحالة يعني ربما المقصود بعولمة الأخلاق أن هؤلاء الذين ينظرون للعولمة عولمة الأخلاق إنما يضعون منهجا واضحا أو أخلاقا واضحة يكتبون أو يدونونها، تكون هذه الأخلاق هي تصرفات جميع البشر في طب في بصيغتها العالم. الراهنة دكتور علاء، بصيغتها الراهنة الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة والذي يتحدث عنه كثير من المفكرين والكتاب العرب وحتى غير العرب بطريقة انتقادية، ما الأخلاق المعولمة الآن؟ ماذا يعني هذا المصطلح؟ هل حقا هو أمركة الأخلاق بمعنى تعميم الأخلاق الأمريكية على كل الأمم والشعوب بحيث تصبح الأخلاق الأمريكية حاكمة للعالم أو مرجعية لتصرفات الناس وتصوراتهم؟ هل هذا هو المقصود ولو توضح لنا؟ طبعا هو مؤكد 100% مؤكد، يعني الذين نقدوا وقاموا بنقد العولمة جملة ليس الأخلاق فقط وإنما نقدوا العولمة بالجملة، نقدوها باعتبار أنهم يعني أرادوا فرض نموذجا معينا على بقية الشعوب حتى ولو كانت هذه الشعوب مقتنعة بهذه هذه العولمة أو هذا الشيء المفروض عليها. في الأخير طبعا يستقل العالم الآن أو يستفيد من سلطة السلطة الموجودة في منطقة معينة أو لجهة للدول الغربية خاصة، تستفيد من سلطانها على العالم لفرض ليس أخلاقها وسلوكها، لأنه فرض حتى الاقتصاد وفرض اقتصادها وفرض يعني مجتمعاتها وفرض قوانينها وتشريعاتها وكذلك أخلاقها. الإشكال الفكر العربي أو المفكرون العرب والإسلاميون إنما نقدوا مسألة العولبة الأخلاقية، نقدوها من باب أنهم أرادوا فرض الأخلاق الغربية على المجتمعات المسلمة فرضا. وطبعا إن كانت العولمة في هذه الأيام اختيارية بمعنى أنه والله إذا أردت أن تأخذ فخذ، فوسائل الاتصال الحديثة موجود فيها كل الأخلاق التي يريدها الغرب، ولكن سيأتي لحظات وهذا هو الخطر أن تفرض هذه الأخلاق فرضا من خلال المنظمات الدولية وأن تدرج تحت بنود كل الدول بأن تتمثل هذه الأخلاق سواء أو حتى القوانين أو حتى الاقتصاديات أو حتى كل الأشياء التي يريدها الناس. وعلى فكرة مسألة العولمة هذه ما تشكلت حديثا الآن، وإنما لو ضربنا مثالا للعولمة الاجتماعية ويتمثل جزء أصيل في قضايا الأخلاق، يعني في عقد لها مؤتمرات كثيرة جدا سواء كان مؤتمر بكين حق مؤتمر السكان في بكين، سواء كان مؤتمر القاهرة أو مؤتمر، يعني في مؤتمرات كثيرة عقدت لتشكيل العولمة الاجتماعية. الآن العولمة الأخلاقية بنفس هذا المعنى عقدت لها مؤتمرات كثيرة جدا سواء كان في البرازيل أو في أي مكان لوضع يعني أخلاق في قالب معين ويتم فرضها على المجتمعات المسلمة حتى ولو لم تكن هي مقتنعة بهذه الأخلاق أو أن أصول شرعها تأبى هذه الأخلاق أو أن يعني توجيهات دينها وشرعها وأعرافها وتقاليدها السمحة تصادم هذه الأخلاق. يعني لو تحدثنا دكتور عن مظاهر هذه العولمة الأخلاقية، يعني الأخلاق التي يراد تعميمها على المجتمعات الأخرى، ويعني أنا قرأت أن حتى الفرنسيين هم معترضون على هذه القضية ويريدون أن يحافظوا على خصائصهم النفسية والاجتماعية والأخلاقية بمعزل عن الأخلاق والخصائص الأمريكية. ما جملة هذه الأخلاق التي يراد تعميمها أو عولمتها؟ هو طبعا الحقيقة الأخلاق الآن التي يراد تعميمها على على كل المجتمعات أكيد مؤكد. قبل أن ندخل في هذه المظاهر ونضرب بعض الأمثلة لهذه الأخلاق، لابد من الإشارة إلى أن أي مجتمع من المجتمعات يريد أن يحافظ على استقلاليته ويريد أن يحافظ على تميزه ويريد أن يحافظ على موروثات التي ورثها من أجداده، لأن في تضييعه لموروثاته وتضييعه أخلاقه التي يعني نشأ عليها وترعرع في ذلك ضياع لتاريخه والأمم كلها تعيش على تاريخها وتعيش على موروثاتها التي أصلا ورثتها من أجدادها، خاصة الموروثات الكريمة الموروثات الطيبة. لذلك فرنسا قد تعترض ويعني إيطاليا قد تعترض
وافريقيا قد تعترض والدول العربيه تعترض وحتى يعني كثير من المجتمعات الاسيويه تعترض على هذا. فلذلك يعني طبيعي المجتمعات تعترض على على طيب ربما يهمنا اعتراض المسلمين في هذا السياق. يعني أجدني مساقا إلى أن أسألك عن التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه العولمة على المجتمعات الإسلامية، على المسلمين، على الشباب المسلم الذي هو ربما يكون العنصر الغض أو ربما العنصر الأضعف في منظومة المواجهة في مع هذه العولمة الأخلاقية. هو طبعا الحقيقة طبعا نحن كمسلمين بنتميز بأن أغلب الأخلاق عندنا تأتي من أصولنا ومصادرنا المعروفة عندنا كمسلمين، وهي القرآن والسنة. وهذه المصادر يعني إذا صادمها شيء تعتبر ملغية. نحن نتميز ليس بالأعراف والتقاليد فقط، وإنما نتميز بأن مصادر ديننا اللي هي القرآن والسنة هي موجودة وفيها توجيهات أخلاقية تصادم كثيرا مما دعا إليه الغرب من أخلاق. فلذلك نحن كمسلمين نتمسك بهذه المصادر في توجيه أخلاقنا وسلوكنا. ولو أنك قرأت القرآن الكريم فتجد أن كتابنا القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها توجيهات مباركة ترشد التصرفات وتوجه التصرفات. سألت عن الأمانة تجد الأمانة، سألت عن الصدق تجد الصدق. لكن الحقيقة طبعا عندنا مسألة مهمة جدا اللي هي قضية العلاقات بين الجنسين، مثلا قضية علاقة الرجل بالمرأة. نحن عندنا في الإسلام لها ضوابط وعندها قيود، وليس مطلقا يعني ان الانسان يلتقي بالمراه كيفما شاء وفي اي وقت شاء وباي طريقه، وانما الاسلام وضع ضوابط لتعامل الرجل مع المراه، ووضع ضوابط لهيئه المراه نفسها، وهل هي لها سلطان على الرجل في داخل البيت. مساله تربيه الابناء في الاخلاق الغربيه بتختلف عن تربيه الابناء في عندنا في ديننا، وأن الأب هو المسؤول عن البيت، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، وكما يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنت نفسك وأهلك، أهلك يعني زوجتك وأولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الأولاد: مروا أبناءكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني احنا عندنا اشياء قيم في الاخلاق، وعندنا قيم وعندنا اخلاق موجوده في الاسلام تستند على التوجيهات المباركه من كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تتصادم مصادمه صريحه مع ما اراده المجتمع الغربي في كيفيه تعامل الانسان مع اولاده وبناته، في كيفيه تعامل الرجل مع المرأة، وما يصدر منهما من تصرفات التي قد يراها الغرب تصرفات عادية وأنا أراها تصرفات غير عادية غير أخلاقية. فالآن في كثير من الأشياء نحن لا نقبلها أصلا كمسلمين لأن مصادر أخلاقنا تأباها. طيب دكتور، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالإسلام والذي يفيض بقدر كبير من الأخلاق، في ظل وجود هذا الدين وهذا الفيض من الأخلاق ومكارم الأخلاق الذي ينظم الحياة والسلوكيات والأقوال والأفعال للمجتمعات المسلمة، أريد أن أسألك عن تفسيرك لهذه الاستجابة من قبل كثير من الشباب المسلمين للأخلاق الغربية، علما أن العالم العربي والإسلامي يشهد صحوة إسلامية. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ لكن قبل ذلك أريد أن أطلب منك أن تحافظ على مستوى عالي نسبيا من الضوء، لأن الضوء عندك يخفت ويقوى وهو في حالة أن يكون قويا أفضل بالنسبة لنا وللمشاهدين الكرام، مع شكر الجزيل لك دكتور، تفضل. من المؤكد أن العولمة الأخلاقية هي تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، لأن الشباب هم مستقبل الأمة،
وهي تركز عليه تركيزا واضحا ولا يخفى ذلك على صاحب أدنى بصيرة. والآن العالم بيستخدم كل الوسائل الحديثة، سواء كانت يعني عن طريق الشبكة العنكبوتية أو غيرها من القنوات الفضائية أو غير ذلك، فهي في الأخير الآن المسخرة لهذه المسألة آلة كبيرة جدا استهدفت الشباب وضربت الأمة في مقتل. وإن كنا نحن نقتنع بأنه والله العالم في صحوة، ولكن أنت في صراع واضح جدا وبين مع دعاة العولمة الأخلاقية، وأنهم وجدوا يعني من بني جلدتنا من تعاون معهم وبدأ يفسر للناس للمسلمين هنا وهناك، يفسر لهم بعض المسائل يعني حتى ولو كانت القضايا هذه تتعارض مع ديننا، لكنه حاول واجتهد في انه والله يطلعها من الدين، يخرجها من داخل الدين ويجد لها يعني دليلا من الشرع ويروي عنها بعض النصوص حتى يقبلها الناس. يعني الان تجد مثلا نتحدث عن قضيه علاقه الرجل المراه، وهي مساله خطيره جدا، يعني انه والله الممنوع هو الاغتصاب، اما الممارسه العلاقه الحميمه مع اي شخص يعتبر هذه مساله زي ما قالت يعني بعض الفيلسوفة الأمريكية، قالت العملية الجنسية هي عبارة عن عملية بيولوجية جسدية لا داعي لإقحامها في المسائل اللا أخلاقية، يعني هي مسألة طبيعية إلا إذا اغتصب الإنسان المرأة واعتدى عليه يعتبر هذا اغتصاب، وليس هناك جريمة للزنا أصلا، ولا يعتبر الزنا جريمة، ولا يعتبر حتى له عقوبة، وإنما العقوبة تكون للاغتصاب هو الذي يجرم عنده. لكن هذا الكلام طبعا بعض الناس بيحاولوا يقول لك والله ياخذ حريه شخصيه. الان حتى بعض الناس الذين درسوا في الغرب وتخلقوا بالاخلاق الغربيه وجاءوا الى بلاد المسلمين وبداوا يؤثروا في الشباب المسلم باعتبار انهم ينتسبون الى الاسلام، وفعلا نجحوا في كثير من المواضع من خلال الوسائل، من خلال بعض المناهج التربويه وبعض المناهج التدريسيه، انما هم حاولوا نشر هذا تحت مسمى الحريه الشخصيه. يعني الانسان له حريه، البنت لها حريه شخصيه تفعل ما تشاء وتختار، والشاب له حريه شخصيه يفعل ما يشاء ويختار، ولا داعي لاقحام هذه القضايا قضايا الجنس في القضايا اللا اخلاقيه، وان هذه قضايا عاديه جدا كان تنبع من الشخصين لهم الرغبه في ممارسه هذه المساله حتى ولو في غير الاطار الشرعي. فلذلك من هذه الخطوره التي يعني جاء بها بعض الناس واثروا على بعض، ثم يستغلوا في الناس الشهوه المركبه الموجوده في كثير من الشباب، مع ان نحن في كثير من المجتمعات عملنا حواجز بين الرجال والنساء، منعنا الزواج الشرعي بشيء من الاشياء الخطيره مثلا كالمهور وكذا، ومنعنا مثلا الزواج بين الشباب، وبعدين هناك قضايا اخرى. الان نحن في بعض الدول العربيه بدات تشن قوانين منع الزواج من سن قبل سن 18، فحددوا ان سن الزواج 18 سنه، يعني معناها البنت اللي بلغت إذا بلغت المرأة المحيض وهي في العمر الثاني عشر أو العاشرة، والولد بلغ الحلم في مسألة الثاني عشر أو لا، هذا يعتبر عندهم غير مؤاخذ، لأنه أساسا لا يعترفون بعلامات البلوغ، إنما يعترفون بالسن فقط اللي هي 18 سنة. طيب، ويعتبر تصرفات الطفل الإنسان شخص هذه الفترة تصرفات غير يعني غير مؤاخذ عليها الإنسان، ويعتبر مسألة عادية لأن القلم لم يجري عليه على مذهبه. نعم. فهنا الخطورة جاءت من هذا الباب، والتأثير حصل من هذا الباب. تحدثت عن وجه من أوجه الخطورة المتأتية من العولمة الأخلاقية على المجتمعات المسلمة، والأمر ربما يكون أكبر من ذلك وأجل وأطم، يعني ربما يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني من غايات هذا الدين إتمام مكارم الأخلاق، وبيت الشعر البيت المشهور إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني بذهاب الأخلاق تذهب الأمم. في هذا السياق يعني نجد أنفسنا مضطرين لمعرفة من المسؤول عن هذه الاستجابة من قبل كثير من شباب المسلمين، لا أقول الأكثرية أو الأقل، لكن الكثير من شباب المسلمين ينساقون ويتماهون مع الأخلاق الغربية. من المسؤول؟ هل هي الدول؟ هل المؤسسات العلمية؟ هل المدارس؟ هل العلماء؟ على من تقع المسؤولية برأيك دكتور؟ أنا في رأيي أن المسؤولية تضامنية، وهي يعني معنى أن المجتمع له دور وله مسؤولية عظيمة
في قضية الأخلاق. البشرى لها دور عظيم في قضية غرس الأخلاق الفاضلة في الأبناء. المدرسة والتعليم ومناهج التعليم لها دور عظيم في قضية الأخلاق. كذلك الإعلام له دور عظيم في غرس مكارم الأخلاق. والدول كذلك هي كمشرفة على الإعلام ومشرفة على المدارس لها دور عظيم في قضية الأخلاق. المساجد التي هي منتشرة في بلاد المسلمين وخطب الجمعة، الدروس الأسبوعية الإجبارية لكل الأمة المسلمة لها دور عظيم في تلفيح معاني الأخلاق. كل هذه يجب أن يعلم الجميع بأنهم مسؤولون عن غرس الأخلاق الفاضلة، عن مقاومة الأخلاق السيئة الموجودة في داخل المجتمعات. فهي مسؤولية تضامنية، كلكم راع كما قال عليه الصلاة والسلام، وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ووجهة نظري أن كل إنسان لو أدى ما عليه المسؤولية فإن أداء هذه المسؤوليات قد يؤثر إيجابا على بناء الأمم وبناء الشعوب وبناء الحضارات القيمة التي مبنية على الأخلاق الفاضلة كما كانت حضارة الإسلام الأولى. تحدثت دكتور عن قضية أنه التأثيرات السلبية لعولمة الأخلاق على المجتمعات الإسلامية، لكن بعد الفاصل نحن سنبحث موقف الإسلام من هذه الظاهرة والوصفة التي قدمها لمعالجة هذه القضية. نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا بكم دكتور علاء. تحدثت عن الغزو الأخلاقي أو العولمة الأخلاقية وعن أثر ذلك على المجتمعات المسلمة، وتحدثت عن أن المسلمين يرفضون هذه الأخلاق، لكن ماذا عن موقف الإسلام، الموقف الشرعي، الموقف العقدي، الأحكام الإسلامية من هذه الظاهرة، ظاهرة العولمة، علما أن العولمة ليست حكرا على الحضارة الغربية الآن، وإنما شهدتها كل الإمبراطوريات والدول السابقة سواء كانت رومية أو الفرس أو حتى الحضارة الإسلامية التي امتدت في الغرب ونشرت أخلاقها، لكن من حيث الظاهرة هذه ما موقف الإسلام منها وكيف عالجها؟ الحقيقة طبعا كل حضارة تأتي في أي وقت من الأوقات تريد أن تفرض أخلاقها على الجميع باعتبار أنها ترى أن أخلاقها هي أفضل الأخلاق. يعني عندما جاءت الحضارة الرومانية تريد أن تفرض يعني أخلاقها على الشعوب الأخرى، كذلك الحضارة الفارسية تريد أن تفرض أخلاقها على الشعوب الأخرى، ثم جاءت الحضارة الثورة الفرنسية تريد أن تفرض أخلاقها، ثم عندما جاءت بريطانيا، ثم جاءت روسيا عندما كانت تمثل يعني موازنة في العالم، نعم البلشفية، فجاءوا لفرض بعض الأخلاق على المجتمعات المسلمة. كل إنسان نشأت له حضارة يريد باعتبار أنه مقتنعا بأخلاقه هذه وأنها أخلاق تساعد في بناء المجتمعات التي ينشدها، أراد أن يفرض هذه الأخلاق على غيره من الناس فرضا ولو بالقوة. لكن ماذا عن موقف الإسلام؟ الآن أي نعم، لذلك الآن الإسلام عندما جاء الإسلام أنا ما أقول فرض وإنما طرح هذه الأخلاق الفاضلة. الآن موقف الإسلام مما يطرحه الغرب الآن من العولمة الأخلاقية واضح بين بأن الإسلام أي أخلاق تتعارض مع أصوله تعتبر ممنوعة غير مقبولة. يعني أنت الآن تتحدث مثلا عن، أنا ضربت مثالا بقضية علاقة الرجل بالمرأة،
عندنا في الإسلام واضحة جدا إنه أي علاقة خارج الإطار إطار الزواج الشرعي لا تعتبر علاقة صحيحة وممنوعة بنص كلام الله تبارك وتعالى وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي تصرف يتعارض مع أصول الدين. ما هذين النصين؟ لو تبين لنا هذين النصين من فضلك دكتور. أي نصين؟ النصين اللذين يحرمان إقامة علاقتين بين الجنسين خارج إطار الزوجية أو خارج إطار المحارم. هذه طبعا هي نصوص يعني كثيرة جدا، مثلا ترتيب العقوبة على قضية الزنا والزانية والزاني فجلده كل واحد منهم 100 جلدة وأنه لا عقوبة لغير جريمة. لكن هنا علاقة جنسية وليست مطلق علاقة بين الجنسين. لأن هذه علاقة جنسية. نعم. العلاقة الجنسية هي ضرب من ضروب العلاقات غير الأخلاقية التي يفعلها بعض الناس لأن علاقة محرمة. يعني حتى قضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق قال إذا بلغت المرأة المحيط فلا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وبين لها عليه الصلاة والسلام المرأة تقدر تتخلق بهذا الزي وهذا اللبس. وقضية يعني مسألة العلاقات هذه الزواج عندما جاء هو صحح كثير من العلاقات بين الرجال والنساء، هي هي نصوص الشريعة موجودة لا تحتاج إلى حفظ. أعتذر عن مقاطعتك دكتور لضيق الوقت، بقي معي دقيقتان، أريد أن أسألك عن الوصفة الإسلامية لمعالجة التغول الأخلاقي الغربي على المجتمعات المسلمة، هل ثمة وصفة منهجية محددة لدرء هذا الخطر على المجتمعات المسلمة عن المجتمعات المسلمة؟ هي الحقيقة طبعا الوصفة هي قد تطول والدقيقة لا تسمح لنا بتفصيلها، لكن أذكر مجمل هذه الوصفة وهي وصفة مهمة جدا إذا أراد الناس يعني معالجة هذه القضية ومقاومة هذه العولمة الأخلاقية، يجب عليهم تصحيح العقائد في قلوب الناس بالنسبة إن الناس يجتهدون في تقوية إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وتقوية الإيمان لها قدرة فائقة على مقاومة الأخلاق الرذيلة والأخلاق غير المقبولة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحسنهم أخلاقا، وهذا يدل على أن الأخلاق يعني بينها وبين العقائد تلازم قوي جدا، بينها وبين الإيمان تلازم قوي جدا. وتقوية الإيمان يكون بدعوة الأمة بوسائل تقوية الإيمان، وهي الصلاة تقوي الإيمان والصوم يقوي الإيمان والذكر يقوي القيمة الإيمان والقرآن قراءته بتلاوة وتدبر يقوي الإيمان وامتثال أوامر الله تبارك وتعالى يقوي الإيمان. فتقوية الإيمان هذه لها أثر كبير، لذلك يقول كما يقول بعض أهل العلم أن التلازم بين الأخلاق والعقائد قائم. نعم. قائم ويلزم من فساد المعتقد فساد الأخلاق. نعم. وأن الإنسان إذا كان باطنه ليس سليما لن يكون ظاهره سليما. فلذلك يعني في أيام التكليف الأولى المولى تبارك وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني هو العلاقة بتكبير الله تبارك وتعالى وطهارة الثياب. فلذلك الأمة لا بد أن تسعى جاهدة في سبيل تقوية إيمانها. والغرب الآن حتى يبلع المسلمون الطعم. نعم. الآن جاء بوسائل إضعاف الإيمان. طيب. جاء بوسائل إضعاف الإيمان حتى يبلع المسلمون الطعم ويتخلقوا بأخلاق العولمة الآن المطروحة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء الدين الزاكي أستاذ الشريعة في جامعة الخرطوم على هذه المشاركة الضافية، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.